اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. في من مدة احد المتابعين سأل كيف يوصل في الاي 5000 الى الهيومن فوكال، اللي هي الزغاريط والكلمات اللي حق الاعراس وحق الحفلات. هذا قدامكم الاي 5000. طبعا اول شيء تروح في الدرم كيت، تروح على بيج رقم 2، راح تلقى تحت على اليمين اورينتال فوكال كيت، اورينتال فوكال كيت. طبعا هاي الاصوات كلها اللي بوضح لكم ان كل ما تعمل اوكتيف تكون في اصوات زياده. يعني الحين هاي الحين الاوكتيف زيرو، وين ينتهي الصوت؟ دردع دردع عند كلمة دردع. لما تيجي تعمل اوكتيف يبدا معاك من هنا، تسمع دردع. هذا اخر شيء، يعني هذا كله معيود، انت تكمل عليه من هني. هيا هاي جديدة. زغرتوني يا علاب. شوف عشو عشو ايوه دو جوز جوز اسمع فوق. اوكتيف رقم 2 نفس الشيء، تكمل من هني. شوف انت هناك فوق فوق، تكمل من عند هني الاشياء الجديدة. قولوا ما اسمع سي تحت فن وف. يلا يب. شوف يمين ينتهي عند كلمة يمين. يمين تعمل اوكتيف رقم 3 انتهى وين؟ عند يمين. يمين هذه اللي بعد اليمين، هاي الزيادة، ها كله معيود مع الاوكتيف اللي قبله. الحين كيف نعمل زغاريط على حسب مودك انت؟ يعني انت مثلا الزغروطة يلا هاي فتح سي مسفوق. هاي الزغروطة مثلا هاي عندك دوس، هاي الزغروطة جاي عندك نوتة واحدة، انت كيف تعمل زغاريط على حسب مودك انت؟ نوتين او ثلاث. تروح على مالتي باد، تروح على المنيو تضغط على مالتي باد كرييتر. طبعا هذا وتختار الميدي، مالتي باد ريكوردينج. تعمل كلمة نيو، راح يطلع لك هنا مالتي باد اللي هو قبل، فوق مكتوب لك كلمة نيو، تضغط عليه يفتح لك انك انت تسجل مالتي باد جديد. طبعا هذا الشيء مو بلعب الزغاريط، على اي صوت ثاني تباه بنفس الطريقه، على اي صوت ثاني تباه. الحين هاي الزغروطه جايه عاديه دو، هاي نوته واحده اوكي. لما تفتح معك صفحه المالتي باد في شيء هنا على اليمين مكتوب لك ريبيت، ريبيت انك انت تباه يشتغل معك صوت لوب بدون الاوف، يعمل معك مره واحده ويسكت. تعمل له اون راح يعمل لك زغروطة لوب مع بعض على حسب اختيارك. اللي جنبيه شيء مكتوب كورد ماتش، الكورد ماتش اذا انت مسجل مش زغروطة، مسجل صوت تبغيه يمشي مع الكوردات، اذا دقيت اون الصوت اللي انت مسجلينه يمشي مع الكورد صح، اوف ما يمشي صح، يمشي نوتة واحدة فقط. الزغاريط ما تحتاج نوتة لانه ما تمشي نوتة. نسجل الحين مثلا بعمل ريكورد على مالتي باد واحد، بحط الزغروطة اللي هي الجايه اللي هي الستاندرد الاصليه، ادق ريكورد واعمل على طول. طبعا مع الايقاع، عاوزه مع اي ايقاع انت تختاره وتضغط معاه ويمشي معاك الايقاع. بحطه مثلا على ايقاع الشامي مثلا الوحده، زين شوف خلاص الحين تسجلت معاك. شوف هاي سجلت وحدة، بروح عند مالتي باد 2 بعمل ريكورد، تضغط هني على كلمة 2 في المالتي باد على طول يتحول معك في الشاشة ريكورد رقم 2 مالتي باد 2. بعمل بيتش بند، بعملها فوق نوتة ثانية، يعني شو مثلا الحين هي راح اعملها اسجلها بالطريقة هاي فوق. شوف نفس الشيء اعمل ريكورد مع الايقاع البيتش بند فوق، خلاص شوف الحين ترجع هاي الأصلية وهاي الثانية. شوف لما تضغط هني رقم 3 تروح تتحول معاك الشاشة هني ريكورد رقم 3، تروح ضاغط كلمة ريكورد
عشان تبدا معاك وتروح تعمل بيتش بنت يسار عشان تطلع شويه ثقيله، وشوف اني لامض معاك ان انت في حاله التسجيل، تضغط على الايقاع وتعملها. الحين تشوف تسجلوا معاك ثلاث، هاي الاولى الستاندرد، بعدين الثانيه، بعدين الثالثه، وبعدين تسجل معاك بهاي الطريقه على حسب الزغاريد اللي تتباهى بالنوتات مختلفه. طبعا انت وتضبيطك كيف تضبط مع الايقاع. وبعدين بعد ما تخلص التسجيل هني كلمه سيف فوق في راس الشاشه تسيفهم على طول، ينقلك على صفحه اليوزر على طول تسيف، تحط لها اي اسم مثلا بنحط له بانك 999 وخلاص تطلع اكزت. لما تروح هني عند المالتي باد تختار المالتي باد، شوف طلع اللي انت مسجلنا هني اللي هو البانك 99 اللي احنا عملناه، والحين نحطه مع اي ايقاع، مثلا بنحطه مع ايقاع البلدي. بهاي الطريقة انك انت تسجلت الزغاريط اللي انت تبها او اي صوت ثاني تسجله هني في المالتي باد، سواء كان ايقاع يعني مثلا ركشات او حاجات تبها، او تبى تعزف اصوات ميلودي مثل ما قلت لك ان تحط على الاون عشان يمشي مع الكورد، او الزغاريط وهالاشياء. وقلت لك كيف توصل درام كيت، تروح بيج رقم 2 بتلقى في شيء اسمه اورينتال فوكال كيت، وتسجل وتعيش مع الـ A5000. والى اللقاء مع معلومة جديدة.